لآداب تربوية يعلموها للأولاد. ولدك من صغير تغرس فوقه حب الدين وحب القرآن. الليلة الناس يقول لك الولد إذا طلع متفوق لا مش يقريه هنا جامعات ويطيب هندسة وإلى آخره. إذا يقول لك يا أخي والله الودة قدر ما ودينا ما نفع يا حالك أنا أشوف لي خلوة ولا أي حاجة. هذا ما ربنا سبحانه وتعالى قال وإياكم ميتة فهم فيه شركاء، جعلوا لله أخص الأشياء. عرفت ما لا يجزي في الأضحية ده يودون خلوة طوالي. العرجاء البين عرجها والمريضة التي لا تنقي عرفتها والمقطوعة الأذنين والضلافين دي ودوها الخلوة. فلذلك يا أخوان التربية ما في تعارض بين التربية الصحيحة. ونحن بنقول الكلام ده ليه؟ أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأنه يا أخواننا نحن مجتمعنا ده جاته هجمة شرسة من العلمانين. هذا للقراي بتاع المناهج طلع تفسير سورة محمد عليك أنا شو الجرائد كيف؟ طلع من المنهج وقال الأولاد بتاع سنة أولى المنهج بتاع القرآن كثير عليهم، الخمسة صفحات دي كثير عليهم، ورقتين ونص قال كثير عليهم، دخلهم كتاب بتاع موسيقى وكتاب بتاع الثورة وكتاب بتاع شنو. بس انت ما قلت موضوعك كترك تمرق القرآن وتجيب كتاب كامل بدله؟ ديل يا اخواننا دارين يدمروا عقائد بتاعت اولادنا عشان بعد رضينا بيدي بعشان بيجي يقروا لنا اولادنا ما قراه هؤلاء المجرمون في لاهاي وفي سربون وفي اوكسفورد. الولد يقروا لك يقول لك لابد الولد يكون عنده ثقافة جنسية، لابد من صغير والبيت عشان يبقى الولد يقول لك يعني عنده الحرية ويناقشوا ليه المسائل دي وهو صغير ما بيفهم المسائل دي، وينشأ على الشهوات اللي هي أصلا موجودة ومؤججة في المجتمع وبذلك يفسد المجتمع. وبنسمع بعض الحوادث النادرة الموجودة الآن، حوادث شوفوا على صغار احنا عندنا في منطقة هناك في الخرطوم ما نسميها، شوفوا على صغار في سادسة ولد واخته قبضون مع بعض، ولد واخته السبب شنو؟ ده ما لقوا دل دل لا لقوها لا مجتمع أثر عليهم، كانوا معزولين برام وكانوا بيقرروا قرآن نازل وكان السبب بتاعهم كان القرآن وكان تعليم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ده كان السبب يا أخواننا. ها ولذلك يا أخواننا أن إحنا لو فرطنا في الموضوع ده تخلي ولدك ده يتعلم القيم ويتعلم الأخلاق ما من المدارس، المدارس إلا من رحم الله، ما بنقول كلها كعبة لكن إلا من رحم الله. ما بتعلم لك ولدك تعلمه في البيت، لكن يا أخواننا يشوف في أبوه ويشوف في أمه ويشوف في أخوه الكبير وأخوه الصغير فينشأ النشأة الصحيحة النشأة القويمة النشأة السليمة. كويس ده لما يكبر اللي قدام بيحترمك، لكن إحنا يا أخواننا إذا فكينا مجتمعنا وخلينا كلامنا اللي بنقوله ده الكلام اللي بيقوله الدعاة الحار على الناس ده، والله الناس اللي قدام تندم. ها تمشي بعد شوية بيجيك الحقوق بتاعت الأطفال وتجيك المنظمة بتاعت Save the Children حقوق اللي شوف على الصغار ويجي يقول لك البيت مما تحصل 18 سنة بعد ده ما عنده ولاية من أبوها والاتفاقية بتاع السيداو حقوق المرأة. كويس وإن المرأة لما تحصل 18 ما عندها شغلة والقانون يعاقب الأبو ويرفع عن الأبو الولاية على البنت إذا حصلت 18 سنة، وإذا اعتدى عليها يعاقب القانون بالسجن والغرامة والعقوبتين معا ويمكن يجلدوك. فهمت الحاصل؟ وهذيك تجيب معاه الجيل فريند جوا الغرفة تقول لك يا بابا بالله يجيب لنا العصير ده لويس. إنت قال الجيل فريند معناه شنو؟ والبوي فريند ده ما صعلوه قال ماشي معاه في الشارع تدخلوا لك جوا البيت انت تجيب له العصير يقول لك خلاص جزاك الله خير سهرنا بك أبوي. السبب شنو يا أخواننا؟ السبب انه خلينا منهج النبي عليه الصلاة والسلام والناس تبقى تبكي الدماء بدل الدموع، كلام الدعاة الحار الكلام القوي ده ما 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 ده القرآن قال كده يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم يا بني أقم الصلاة يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور إلى آخر الآيات. علموا على الكلام ده من صغير
ولذلك يا أخواننا دي من معالم الإصلاح.